حديثنا اليوم عن استخدام العمالة المنزلية وحديث عن شركة الدرة وأسباب فشلها. الحكومة ما تنفع المواطن في شيء، هذه مشكلة. هذول ما يحسون ولا يدرون في شيء، قاعدين في برج عالي عشان تنفع الناس. قطعتوا رقاب الشعب انتم. نسمع ان الخدامه راح توصل ل 2000 دينار كويتي، وهذه مصيبه يا ابو طلال. انا ما الوم ذيل، الوم الحكومه الجديده اللي الحين قاعدين، تعالوا حلوا هالمشكله. بس سموكم مجلس 2013 مجلس المنازل، شو تسمى مجلس 2016؟ نوابهم كله طايحين، يروحوا طلعوا بالشارع الحين هذول النواب، شوفوا ايش بيسوون فيهم الناس. نتمنى من الشيخ ناصر معالي وزير الدفاع والنائب الاول والحين رئيس وزارة، اذا ما قدرنا على ذول طويل العمر على الدنيا السلام.